سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه القائمه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1317 حاله قائمه جديده لينخفض العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 15445 حاله منها 29 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وتسع حالات في وحده العنايه القصوى، هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1840 حالة إضافية